جماهير فريق الوداد البيضاوي يعني اي حاجه غنقولها ليها غتكون قليله في الحق ديالها. الحمد لله يعني اقل حاجه يعني نهدى لهم من سجل 3 اهداف اللي كتستاهل الشيء الكثير 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 يعني منذ المجيء ديالي ان ساندتني لا في السراء ولا الضراء. الحمد لله مرت بواحد مراحل فراغ، الحمد لله بقات معايا وهم ازراني تفتت هذيك المرحله. الحمد لله كنتمنى لهم كل التوفيق وكل اللي الشرف الكبير انني حملت هذا القميص ان شاء الله. طبيعه الحال اللي مالا فريق الوداد البيضاوي فريق كبير يعني اي لاعب كيطمح انه يهز التوني هذا ان شاء الله نتمنى له التوفيق مع قلبي ودائما التواصل على من اللاعبين لا ما كل شيء كنتمنى لهم التوفيق والله ييسر لهم امور. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين فبراير وتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.